أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هدية إلى روح سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الشريفة، وهو من كبار مفسري أبناء العامة، يقول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو عبارة يحبهم ويحبونه الواردة في هذه الآية الشريفة. قال: هذه الصفة لم ترد إلا في علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا كفء لها إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. ويستشهد على ذلك في حادثة غزوة خيبر، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأدفعن الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هو يحب الله ورسوله، كل إنسان قادر على أن يدعي ذلك، يقول أنا أحب الله، ولكن النادر الصعب الذي لا يناله إلا ذو حظ عظيم، إلا المخلص من الناس، أن يأتي إعلان إلهي يقول أنا أحب عليا. الله عز وجل يعلن مرارا وتكرارا يقول أحب عليا، هذا ما ينالها كل إنسان. فيقول الفخر الرازي هنا الآية تقول يحبهم ويحبونه، وهناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفس الصفة منحها لعلي بن أبي طالب، فالآية تقصد علي بن أبي طالب. هاي الدليل الأول. تالي يستشهد بالدليل الثاني، يقول: إذا لاحظ بأن هذه الآية رقمها 54 في سورة المائدة، الآية التي تليها مباشرة الآية 55، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال هذه الآية باتفاق المسلمين نزلت في علي بن أبي طالب، فمن باب أولى أن الآية التي سبقتها أيضا في علي بن أبي طالب عليه السلام. من هذه المنطلق، من هذه المقدمة، نأتي إلى محاضرة هذه الليلة. نتناول ثلاث صفات وردت في هذه الآية الشريفة، ونجد مدى انطباقها على علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني نأخذ شواهد من حياة أمير المؤمنين. الصفة الأولى: يحبهم ويحبونه. الصفة الثانية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الصفة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نجي للصفة الأولى، وهي يحبهم ويحبونه. بالإضافة إلى ما ذكره الفخر الرازي من حادثة يوم خيبر، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأدفعن الراية، إلى آخر الرواية، هناك إعلان متكرر، يعني مو مرة ومرتين، عدة مرات يعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحب علي بن أبي طالب. قلت لك هذه عجيبة، مو أي إنسان ينالها. من هذه الروايات والمواقف حديث الطائر المشوي، احفظه. إذا قل لك حديث الطائر المشوي مباشرة ينصرف ذهنك إلى هذا الحديث اللي صراحة أذكره وانت بارك به، مذكور في كتب المسلمين. يقول أنس بن مالك: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائر مشوي طعام، فوضعه بين يديه
وما حد يأكله بروحه. قال اللهم ابعث إلي أحب خلقك إليك ليأكل معي من هذا الطعام. أنس يقول فلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قلت اللهم مع نفسكم تحاشي نفسي قلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار، لأنه هو من الأنصار. يعني هذه الشهادة مو سهلة، أحب خلقك إليك هذه إلها كثير من النتائج، متعلقة بأمور كثيرة. أحب خلقك إليك راح يصير أولى من غيره بالخلافة، أعظم من غيره، أعلم من غيره، أقضى من غيره، أفهم من غيره، أكثر اجتهاد من غيره، أكثر إيمان من غيره. ثق بالله لو نسب هذه الشهادة لغير علي من الصحابة كان اليوم رفع له علم وعظم وبجل يقول تمنيت تكون واحد من الأنصار، رجل من الأنصار. ما إن أتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاءه حتى طرق الباب. اجيت من وراء الباب، من الطارق؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قلت له يا علي إن رسول الله على حاجة فانصرف يرحمك الله. رسول الله قاعد ينتظر. مرة ثانية قال اللهم ابعث إلي أحب خلقك إليك حتى يأكل معي من هذا الطعام. بس أتم الدعاء طرق الباب. طلع على أنس من وراء الباب، من الطارق؟ أنا علي. أعاد عليه نفس الكلام، ألم أقول لك إن رسول الله على حاجة فانصرف. المرة الثالثة دعا رسول الله طرق الباب قبل لا يتكلم أنس. يقولها مرة طرق طرقا شديدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس افتح الباب. يقول ففتحت الباب فدخل علي. لما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهللت أساريره واستبشر، قال إلي 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 يا علي ثلاث مرات، اللهم إلي اللهم إلي اللهم إلي. فجلس أمير المؤمنين سلام الله عليه بين يدي رسول الله قبل أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل له يا علي ما أبطأك عني، تأخرت. علي أنت ما تدق الباب، علي أنا منك وأنت مني، تفتح الباب وتدخل مباشرة، ليش تأخرت؟ قال يا رسول الله هذه ثالثة ويردني أنس، ثلاث مرات قاعد أجي. فالتفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنس قال يا أنس ما حملك على ذلك، ليش ترجع علي بن أبي طالب؟ قال يا رسول الله رجوت أن يكون رجلا من الأنصار. اشرد علي رسول الله يا عالم يا مسلمين. قال يا أنس أو في الأنصار رجل مثل علي بن أبي طالب؟ هم تلقى مثل علي؟ شان تريد واحد مثل علي يجي ويقعد بين إيدي وياكل وياي وهو أحب خلق الله إليه؟ هاي الحادثة ظلت في ذاكرة أنس ما نساها إلى يوم غدير، عفوا يوم السقيفة. أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ما صارت خلافات السقيفة التفت له قال يا أنس خبرهم ذكرهم ماذا قال عني رسول الله، ألم يقل أحب خلق الله إليه؟ طال أمير المؤمنين نزل رأسه قال لقد نسيت. تأذى منا أمير المؤمنين، رفع عيده إلى السماء قال اللهم إن كان كاذبا فرمه بوضح لا تواريه العمامة. برص أعوذ بالله. راحت الأيام وإجت وإذا بأنس بن مالك يصاب بالوضح بالبرص، فكان يرفع العمامة ويقول للناس هذه دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب عليه السلام. يحبهم ويحبونه، هذه الصفة الأولى متكررة، إعلان إلهي متكرر في حق علي بن أبي طالب عليه السلام. تعال الصفة الثانية، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذه ما تحتاج وصف. علي بن أبي طالب شديد صارم ذو بأس في غزوات رسول الله ومع أعداء الله ومع المشركين والكفار، هو نفسه هذا الصارم اللي ترتجف من سيفه الأبطال وترتعد فرائصها، نفسه وهذا يخفض جناحه للمؤمنين متواضع أمام المؤمنين. أضرب لك مثال أذلة على الكافرين، عفوا أعزة على الكافرين، ومثال أذلة على المؤمنين. يوم من الأيام كان يمشي أمير المؤمنين في أيام خلافته وهو على ظهر الجواد في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان مر على جماعة يأكلون الطعام، فالتفت إليهم قال أفي سفر أم مرض؟ هذا أمير المؤمنين ما يأخذ مباشرة ويعاقب، أول يسأل أفي سفر أم مرض؟ قالوا لا في سفر ولا مرض،
يا علي. قال: هل من أهل الكتاب أنتم؟ قالوا: لا. قال: إذن ما علة إفطاركم في نهار شهر رمضان؟ قالوا: أنت يا علي. فهمها أمير المؤمنين سلام الله عليه. تقرون وتسمعون بالروايات: يا علي هلك فيك اثنان، محب مغالي ومبغض قالي. اثنينهم بالنار هلكوا. هذول من الصنف الأول: محب مغالي. أنت كفرنا بالله وبأحكام الله وآمنا بك. اللي تريد أقوله يا علي، هم من قالوا أنت انتفض أمير المؤمنين، نزل من على ظهر جواده ووضع خده الشريف على التراب حياء من الله بسبب قولهم. ثم قام إليهم قال: ويحكم، ما أنا إلا عبد من عبيد الله، ارجعوا إلى رشدكم وإلى دينكم وإسلامكم. قالوا: لا، أنت إلهنا ونحن نأخذ بقولك. هنا عزة على الكافرين. سل سيفه أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال: والله لئن لم ترجعوا لضربت أعناقكم واحدا واحدا. هذا نفس أمير المؤمنين يجي لضيف البيت، ضيف وابنه يدخلون على علي بن أبي طالب بالدار، يا قنبر قدم الطعام، يجيب الطعام ويأكلون. سابقا بعد ماكو هاي الحنفية وكذا، ويجوا يغسل إيده، يجيبون إبريق الماي وطشت، وقنبر يصب الماي والضيف يغسل إيده. فجاء قنبر بإبريق الماء أراد أن يصبه على الضيف، الرواية تقول: فوثب علي بن أبي طالب وأخذ إبريق الماء من قنبر يريد أن يصبه بنفسه. علي بن أبي طالب بنفسه يصب الماء على الضيف. هذا الضيف صار يرتجف: سيدي يا أبا الحسن، ايش قاعد تسوي؟ مولاي أنت أمير المؤمنين، أتصب الماء ويران الله عز وجل؟ شقل الله، أخجل من رب العالمين صب أنت علي الماء؟ التفت للإمام سلام الله عليه، قال يا فلان، الضيف خاطب الضيف، قال: أقسم عليك بحق الإمامة عليك، إلا ما تركتني أصب الماء على يدك كما لو كان قنبر يصب الماء. فصب الماء وغسل يده، ثم التفت أمير المؤمنين إلى محمد بن الحنفية، قال: يا محمد، يعلم الله لو أن هذا الإبن ابن الضيف جاءني وحده لصببت بنفس الماء على يده، ولكن يأبى الله أن يساوى بين الابن وأبيه في مجلس واحد، فقد صب الأب على الأب فليصب الابن على الأب. سلام الله عليه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فديوم طلع على ظهر الجواد ومشوا جماعة وراء من محبين، التفت لهم علي بن أبي طالب، يمشون الناس وراء وهو على ظهر الجواد، هم على رجلهم يمشون. التفت لهم قال: ما تريدون؟ ألكم حاجة؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، أحببنا أن نتبعك. قال: انصرفوا انصرفوا، إن مشي الماشي خلف الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي. روحوا امشوا. وين تلقى هج قائد؟ قادة التاريخ فرعون والنمرود وما بعد فرعون والنمرود، يقتلون ويسلون السيوف ويسفكون الدماء حتى يجعلون من أتباعهم عبيد. هذول لما قالوا له: احنا عبيدك يا علي، راد يضرب أعناقهم أو ضرب أعناقهم. أمير المؤمنين يريد أتباع أحرار سلام الله عليه، يريد أتباعا أحرارا بأبي هو وأمي. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه واضحة في تاريخ علي بن أبي طالب، هو الذي صعد المنبر وقال: والله، لما شاف أموال بيت المال بعد ما أجدت الخلافة، شاف أموال بيت المال ملعوب بها موزعة على فلان وفلان، قال: والله لو وجدته هذا المال تزوج به النساء وملكت به الإماء لرددته إلى بيت المال، لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا علي اللي اجوله جماعة من محبينه، قالوا له: يا أبا الحسن، أنت الآن أخذت الخلافة وصارت قلاقل وفتن حتى تطيب خواطر الناس وتهدئهم، شوف رؤوس القبائل شيوخ العشائر، أعطيهم أموال من بيت المال حتى تسترضيهم، إذا رضى عنك شيخ العشيرة، العشيرة كلها رضت عنك، يعني كسبت الناس كلها، فإذا استقرت بك الأمور واستوسقت عد إلى ما عودك الله عليه من العدل. التفت لهم أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: ويحكم،
أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال مالي لساويت بين الناس، فكيف والمال مالهم؟ أموال الناس هذه. عقد من لؤلؤ كان في بيت المال، سمعت بي واحدة من بنات علي بن أبي طالب، أرسلت إلى خازن بيت المال، إلى أمين سر علي بن أبي طالب، إلى وزير مالية علي بن أبي طالب ابن أبي رافع، قالت لي يقولون عندك في بيت المال عقد من لؤلؤ ثمين، ابعثه لي عارية مضمونة مردودة بعد 3 أيام، جاي عيد الأضحى أريد أتزين به. عارية مضمونة مردودة يعني أنا أتكفل، لو شوي خرب هذا العقد أو انقطع أنا أدفع قيمته وأجيب عقد ثاني مثله. عارية أخذة مو إلي، 3 أيام أتزين به وأرجع. هذا ابن أبي رافع وبنت علي بن أبي طالب أرسلت له ذلك، فأخذ العقد وأرسله لها. وويلاه، أمير المؤمنين دخل ذاك اليوم الدار وإذا به يرى العقد على جيد ابنته. قالها تعالي، من أين لك هذا العقد؟ قالت لأبويا، هذا العقد موجود ببيت المال وأخذته عارية مضمونة مردودة أتزين بي أيام عيد الأضحى وأرجعه. قال من أعطاك إياه؟ قالت ابن أبي رافع، قال ابعثه لي بابن أبي رافع. فغضب سلام الله عليه، جاءوا بابن أبي رافع، جاء إلى أمير المؤمنين، التفت للإمام قال يا ابن أبي رافع أتخون المسلمين؟ شلون كلمة كبيرة. قال معاذ الله سيدي ومولاي، كيف أخون المسلمين؟ قال كيف أعطيت ابنتي عقد اللؤلؤ دون إذن مني ورضا المسلمين؟ هاي أموال المسلمين خذيت رضاهم حتى تعطيها؟ قال سيدي لحظة خلي أوضح لك مولاي، هذه أولا ما أعطيتها هدية إلها، هي تريد تزين، إنها ابنتك وتريد أن تتزين بهذا العقد، وبعثته لها عارية مضمونة ل3 أيام مردودة، وأنا ضمنته من مالي الخاص، يعني لو بنتك شوي خربت هذا العقد أو قطعت العقد أنا أجيب واحد ثاني أنا ضامنه. التفت لأمير المؤمنين، ما يمشي هالكلام عند علي بن أبي طالب، قال أعد العقد مكانه ولا ترجع لمثلها وإلا نالتك عقوبتي. وين تلقى هج حاكم قائد بهذه الدقة وهذا العدل؟ تالي رجع للدار، قالت لبنته، قالت لأبا، أولست ابنتك بضعة منك؟ من أولى بلبس العقد مني؟ قال بنية لا يذهب بك الشيطان، بنية وهل كل نساء المهاجرين تتزين بمثل هذا العقد؟ خلي الناس أول شيء كلهم عندهم مثل هذا العقد، بعدين أنت بنت علي بن أبي طالب لبسي مثل هذا. ما أروعك سيدي ومولاي يا أبا الحسن. أريد أختم بهذه الرواية وأحب أقراها دائما، هذه كل ليلة 21 سنويا أحب أقراها، عن أبي الدرداء. يقول كنا قاعدين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض الصحابة يتحادثون أخبار الصحابة وأخبار شهداء بدر وبيعة الرضوان، وكل واحد جاب اسم صحابي وذكر مآثرة ومفاخرة، فقلت لهم دعكم من هؤلاء، ألا أخبركم بأقل الناس مالا وأشدهم اجتهادا في طاعة الله وأكثرهم ورعا؟ كلهم التفتولي منه هذا؟ قلت ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول فأشاحوا بوجوههم عني، ما عجبهم الكلام. البعض عندهم حساسية من اسم علي بن أبي طالب، يضايق من يسمع كرامة أو فضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، مظلوم يا علي بن أبي طالب. قلت لهم لحظة خلي أفهمكم، يوم من الأيام قاعد أمشي بالمدينة بين النخيلات في منتصف الليل، سمعت أنين ونشيج بين النخيلات، واحد يبكي نشيج صوت عالي يعني يبكي بصوت عالي. يقول فاستترت وأخملت الحركة واختبأت خلف نخلة من النخيلات، وإذا به علي بن أبي طالب قد اعتزل الناس وهو يركع ركعات ويصلي ويدعو ويسجد ويبكي، تارة يصلي ركعات وتالي يقوم يدعو. سمعته يقول آه من نار نضاحة للشواء، آه من نار نضاحة للأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه إن أنا وقفت بين يدي الله وقد أحصى علي ذنوبا أنا نسيتها وهو أحصاها. فيقول خذوه فيالي من مأخوذ لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته. يقول انقطع صوته فجأة. قلت لعل عليا أخذه التعب أو السهر فغفت عينه.
أذهب لأوقظه، أي أبو الدرداء يسولف للصحابة، أذهب لأوقظه لصلاة الفجر. يقول إجيت يمه ناديت علي أبا الحسن ما جاوبني، حركته فلم يتحرك، وإذا به كالخشبة اليابسة، زويته فلم ينزوي، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، مات علي بن أبي طالب. هرولت مسرعا فزعا إلى فاطمة الزهراء عليها السلام، طرقت الباب، جاوبتني من وراء الباب، ما تريد يا أبا الدرداء؟ سيدي عظم الله لك الأجر، مات علي بن أبي طالب، شفت على التراب طايح. قالت لا يا أبا الدرداء، هذه الغشوة التي تغشاه في كل يوم من خشية الله. يقول فمضيت إليه، صببنا الماء على وجهه فأفاق بأبي هو وأمي، شافني أبكي قال لي ما بك يا أبا الدرداء؟ قلت له يا علي أبكي عليك لما تفعله بنفسك. قال له مو اليوم تبكي علي، ابكي علي بذاك اليوم، ابكي علي كيف لو رأيتني وقد قدمت بين يدي عزيز جبار يوم القيامة. الله يا أبا الحسن، نسأل الله شفاعة أمير المؤمنين يوم القيامة، نسأل الله أن نسير خلف لواء علي بن أبي طالب، أن نكون نحن العلويون. مولاي سيدي، وإن كان ما صارت اجتماعات في هذه المآتم المباركة، لكن قلوبنا لبست السواد وأقمنا العزاء في بيوتنا وفي منازلنا.